منتخبنا الوطني يا شباب يكثف من استعداداته للقاء فيتنام الثلاثاء المقبل على ملعب البصرة الدولي. السلام عليكم حبايب قلبي، انا رضا حبيب، حياكم الله. منتخبنا الوطني يكثف تحضيراته قبل مباراة فيتنام يوم الثلاثاء القادم بحضور جميع اللاعبين دون غياب اي لاعب يذكر، وايضا بحضور عدنان درجال بعد العودة من بغداد. طبعا يا شباب عدنان درجال كان حاضر ليلة امس في مباراة شباب العراق امام الزوراء في بغداد. انهى عدنان درجال المباراة وسافر الى البصرة مباشرة لحضور تدريبات المنتخب الوطني لملاقاة فيتنام الثلاثاء المقبل. وايضا عندنا خبر يا شباب، خيسوس كاساس طلب اقامة تدريبات الفريق على ملعب التدريبي اي في المدينة الرياضية في البصرة، كون المدرب يجد فيه بعض الخصوصية وايضا يرى بان ارضيته افضل من ملعب الفيحة من حيث الادامة والامور اللوجستية الاخرى. طبعا هاي الاسباب ادت لتغير ملعب التدريب لمنتخبنا الوطني، كما حدث في مواجهة اندونيسيا عندما قرر الوفد العراقي بقيادة خيسوس كاساس تغيير ملعب تدريباته قبل انطلاق المواجهة بيومان. طبعا هذا الشيء راجع للمدرب وهو اعرف بتدريباته، رغم جميع الملاعب بالمدينة الرياضية يا شباب جيدة وما بها اي خلل، بس اعتقد اختار كاساس ارضية ملعب مشابهة لملعب جذع النخلة ويريد العمل عليه. طبعا هذا السبب شخصي وهو اعرف به. المهم يا شباب، وصول حكام مباراة العراق وفيتنام يوم الثلاثاء المقبل. طاقم تحكيم امارات الذي سيقود مباراة العراق وفيتنام يصل الى البصرة اليوم. الطاقم طبعا يتألف من عمر آل علي حكم ساحة، ومحمد أحمد الحمادي مساعد أول، وجاسم عبد الله مساعد ثاني، وسلطان محمد صالح حكم رابع. طبعا نتمنى الوجوه العربية خير على منتخبنا العراقي بآخر مباراة في ختام المرحلة الثانية. حرارة الجو يا شباب راح تخلي المنتخب الفيتنامي خارج عن طوره. الاتحاد الفيتنامي يتحدث مجددا عن طقس البصرة، درجة الحرارة مرتفعة حتى في المساء. التدريبات أجريت في 8 مساء ودرجة الحرارة تخطت وقتها 40، وهي أجواء غير مريحة للتدريب وللعب أيضا. طبعا الصراحة هذا الشيء مو بيدنا، ونرتب لكم الأمور حسب ما تردون، هاي الأمور بيد الله عز وجل، بس إن شاء الله تنزل درجة الحرارة شوية بيوم المباراة وتكون مباراة جميلة بين الفريقين. المهم يا شباب، مدرب منتخب فيتنام صرح اليوم في تدريبات، وقال الكورة الجنوبي كيم سانك سيك مدرب منتخب فيتنام: لأول مرة أزور العراق ولكن شاهدت عكس ما كنت أتوقع، حيث ما يثار في الإعلام عكس ذلك. وأيضا الإعلام الفيتنامي تكلم بشأن الاستقبال وأيضا الأمور الجيدة التي حصلت لفريقهم. الإعلام الفيتنامي يؤكد ارتياح منتخب فيتنام في العراق. عبرت مواقع فيتنامية عن ارتياحها الكبير من الجانب العراقي بعد استقبال وفد المنتخب الفيتنامي في مدينة البصرة العراقية، وأوضحت أن الاتحاد العراقي خصص فندق 5 نجوم للمنتخب الفيتنامي، وخصص ملعب تدريبات مميز وقريب من ملعب البصرة، ويبعد حوالي 20 كيلومتر من مقر الإقامة. وأيضا يا شباب، الاتحاد الآسيوي يضع لاعب منتخب العراق الوطني علي جاسم ضمن أبرز نجوم الجولة 5 من التصفيات الآسيوية المزدوجة. طبعا يستاهل علاوي وربي وفق ان شاء الله قادم الايام. طبعا هنا يا شباب ننهي فيديو اليوم، واذا اول مرة تشوفنا اتمنى تشترك بالقناة وتدعمني بلايك تشجيع لنستمر اكثر واكثر. اشوفكم في فيديو وخبر جديد، مع السلامة.